السوشيال ميديا حاجه كويسه، لكن لما بتشوف حاجه في ايدك وتلمسها بيبقى الموضوع مختلف تماما، تبقى متصل بيها بمشاعرك وبعقلك غير انك شايف صوره عاديه وخلاص شفتها مره ومشيت. انا قعدت كتير وبفكر انا هعمل اصلا ايه لمحمد صلاح. مجرد التفكير ان انا اعمل محمد صلاح مش سهل، مش في التنفيذ لكن صعب رد الفعل هيكون ايه. عملت لمحمد صلاح صورة شخصية مكونة من 11,000 قطعة، استخدمت فيها تقريباً الألوان الخشبية وبودرة البان باستيل. حاولت أبعتها له على الإنترنت وكده بس ما شافهاش. بعدين حاولت أبعت للشركات اللي هو متعاقد معاها والبراندز والنوادي وما كانش في أمل. أنا نفسي بجد إنه هو يمسكها، ونفسي إنه يعني طبعاً إن أنا أسلمه بيدي يعني إن كان أمكن. عشان في ناس كتير بيرسموا حاجات كتير قوي لمحمد صلاح، فانا صعب قوي ان هو يلحق يشوف كل الحاجات. مولف ثانك يو. طب هي انا ممكن اكسر الازاز عشان المسها 11,000 ورقه؟ واو، خد وقت قد ايه عشان يعملها؟ اكتر واحد تقريبا اتعمل شبهي، كلهم حاجات خطيره يعني، والناس كمان لما عرفت المجهود اللي هم عملوه عشان خاطر بتتبعت لي، وكل اقدر اقوله لهم ان انا هبعت لكم حاجه بسيطه اتمنى ان هي برضو تعجبكم ان شاء الله. مساء الخير استاذه نورين حماد. ثانك يو فيري ماتش. واو، مبدية صلاح؟ تستاهل فروم محمد صلاح. واو بجد يا فوتوشوب. That's real. This is real. كل ده شكرا. شكرا صلاح. شو صدق بجد فوز سيب كده اصحى من النوم اشوفها. حاجه غاليه قوي قوي.